مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الاثنين 4 مارس 2019 وللانطلاق نتاعو امتازت بظهور ضباب المحلي بمنخفضات الشمال شيسان في تراجع مدى الافقيه صباحا بمنخفضات بنزرت وباجه ممكن العنصر الجوي البارز هو تقلص فاعليه الرياح اللي كانت تطلب منا كل اليقظه والحذر خلال نهايه الاسبوع المنقضي وكنا معنيين بارتفاع ملحوظ في درجات الحراره تقريبا اليوم الحراره القصوى كانت ل 3 25 درجة سجلنا صعودها لمستوى 23 بتونس العاصمة وكانت أقل بالمرتفعات في مستوى 16 درجة مؤشرات الاستقرار نشوفوا أكثر من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي بعد تقشع ذباب لميس حالة السماء وظهور سحب عامة قليلة بأغلب مناطق البلاد وما زلنا معنيين باعتدال أغلب مؤشرات الطقس خلال الفترات القادمة نتيجة لهيمنة المرتفعات الجوية ليلة أجواء صافية إلى قليلة تسحب درجات حرارة تكون ما بين 4 إلى 8 درجات بالمرتفعات ومن المتوقع تسجيل أرقام تكون ما بين 9 ل 13 درجة ببقية مناطق البلاد. يوم الغد إن شاء الله مازلنا معنيين بنفس المواصفات الربيعية، فترات مشمسة تدخل بعض السحب العابرة وممكن أجواء مغيمة جزئية نخر النهار فيما يخص درجة حرارة القصوى المتوقعة اليوم الغد فمن المتوقع باش في مستويات مقبولة 23 درجة بإقليم تونس الكبرى، 21 بنبل 23 بزغوان، 21 بأقصى شمال ببنزرت بالنسبة لمناطق الشمال الغربي نتوقع تسجيل 20 بتبرقة، 22 ببجة، 23 بجندوبة، 21 بسليانة وبالكاف بالنسبة شمالي تيلان التسجيل 20 صعود الى مستوى 26 درجه بالقيروان بجهه الساحل بسوسه وبالمنستير 22 و21 بالمهديه بعاصمه الجنوب بصفاقس 24 25 بقرقنه بسيدي بوزيد و22 بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي من المتوقع تسجيل 22 درجه بقفصه 25 بتوزر بقبلي تصل حاله قصوى الى 24 وتوقع تسجيل 24 ايضا بقابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه 24 24 بمدين 23 بتتاوين و وايضا برمده بالنسبه للمياه حوصيه البحري بسواحلنا الشماليه منطقه تيسيرات وخليج تونس الريح تكون في اغلبها 100 قطاع الغربي سرعتها من 15 الى 20 عقده، البحر يكون متموج الى مضطرب بالنسبه لخليج حمامات وجهه الساحل الرياح من قطاع الغربي ثم تتجه الى جنوبيه شرقية سرعتها من 15 الى 20 عقده، والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب بمنطقه الشابا رياح جنوبيه ثم تقريبا تتنقل لتكون من قطاع الغربي سرعتها من 15 الى 20 عقده، البحر يكون قليل الاضطراب الى محليا متموج صباحا وبخليج يبقى سريع في اغلبها من القطاع الجنوبي سرعتها من 10 الى 20 عقدة والبحث يكون قليله الاضطراب كالعاده نمدكم فكرة حول حال الطقس ببعض المدن ورعواسم الاجنبيه 33 درجه بمفشات سحب عامه قليله بالمغرب الاقصى 18 بالجزائر العاصمه اجواء مشمسه بطرابلس 21 34 بالخرطوم 19 درجه بالقاهره مع نزول الامطار بالبقاع المقدسه نتوقع 26 بالمدينه المنوره 30 بمكه المكرمه سماء صافيه بالدوحه بابو ظبي وبمسقط 24 23 بالكويت بعد سحب العابره ببغداد 23 درجه امطار منتظره بالشرق الاوسط بالقدس الشريف 12 درجه 13 في بيروت 14 بدمشق سحب كثيفه 14 باسطنبول بي بروما توقعت تزيد 18 درجه 12 بفيينا 9 درجات ببرلين بعض الامتار بلندن وببروكسل باريس 14 درجه 16 في مرسيليا 17 بمدريد وبلشبونه مع نزول الامتار تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه اجواء مغيمه جزئيا باغلب مناطق البلاد يوم الاربعاء فيما يخص الجانب الحركي الريح تكون في اغلبها جنوبيه غربيه تكون ضعيفه الى معتدله تتقوى فعاليتها نسبيا بعد ظهر قرب سواحل البحر يكون قليله الاضطراب الى محليا مضطرب بعد ظهر وفيما يخص درجات الحراره فمن المتوقع باش تكون في مستوى 22 درجه بالمرتفعات واعلى ببقيه مناطق البلاد تتراوح من بين 24 الى 29 درجه يوم الخميس رياح تتواصل في اغلبها من القطاع الجنوبي نشطه نسبيا قرب سواحل وضعيفه الى معتدله داخل البلاد الطقس يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات مع استقرار مرتقب في درجات الحراره معيد شروق الغروب اليوم الغد شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه السادسه و45 دقيقه غروبها في السادسه و17 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد والا تبعثوا ارساليات قصيرة على رقم 85 185 اوقات صلاة اليوم الغد صلاة الصبح بداية من 5 و19 دقيقة ظهر منتصف النهار و38 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة و46 دقيقة صلاة المغرب في الساعة السادسة و19 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة وثلاثة و 43 دقيقه شكرا على حسن متابعه الاتمام الى اللقاء